أبشع جريمة قتل مرت على راسي بهذا العصر هي مرأة قتلت زوجها بدون ما تترك وراءها أي أثر للجريمة. إحدى من النسوان متزوجة واحد من قرايبينها وبس مش طايقة العيشة معه أبدا، وأول ما تزوجوا هن على مشاكل يوميا وخلافات، وحاولت تطلب الطلاق 1000 مرة وكان دائما يرفض انه يصير في طلاق، والسبب انه في قرابة بيناتهم، لانه بالمجتمع عندهم هيك العادات والتقاليد. لهذا السبب رفض انه يطلقها، فهون المرة قررت انه تحط سم لزوجها بالاكل او بالشاي او بالعصير. المرة هون راحت لعند العطار واغرته بمبلغ مالي كبير، يعني خلت الختيار صاحب الدكان ينغر بالمال. طلبت منه وقالت له انه بدي اقتل زوجي بالسم، بس قالت له بشرط هون حفرنا وهون طمرنا، واذا رضيت رضيت واذا ما رضيت كل شي صار بيناتنا بتنساه. فالختيار هون انبسط انه في مبلغ محترم، فقالها ابشر وشو ما بدك رح سوي لك اياه، رح اخلصك منه بطريقة كتير سهلة، يعني طريقة انه ما حدا يعرف كيف مات ولا يبين اثر للجريمة، انه مات موتة طبيعية. المرة هون قالت له اذا عندك الخلطة عطيني اياها، واذا ما عندك خليني ارجع من مطرح ما جيت. هم العطار قال الخلطة عندي ولكن إلها طريقة استخدام وبدك تتبع الطريقة بحذافيرها. السم يلي رح أعطيك إياه بيقتل الإنسان خلال 60 يوم، يعني بالموت البطيء بدون ما حدا يحس أبدا شلون مات، يعني كأنه ميت موتة طبيعية. فالعطار بيقول للمرة بتحطي كل يوم إله نقطة، يعني بتحطي بالشاي أو بالعصير أو بالمي قبل ما يناموا بشكل يومه، وإذا أنت بدك تبعدي الشبهة عن حالك بدك تتبعي هي الطريقة اللي راح خبرك عنها هلأ، وإذا ما اتبعتي هي الطريقة مباشرة بروح الشك لعندك وبتنكشف القصة. فهون المرة قالت له خبرني شلون وكيف هي الطريقة وأنا مستعد أعمل أي شيء، المهم انه اتخلص من زوجي. فالعطار بيقول للمرأة اول خطوة لازم تتصالحي مع زوجك، وبدي اياك تحلي كل المشاكل يلي صايرة بيناتكم، وكل يوم لما زوجك بيرجع من الشغل بدي اياك تستقبلي احلى استقبال، وبدي اياك كمان تلبسي له وتتزيني له، وبدي اياك كمان تحكي معه كلام رومانسي وحلو، يعني بالايام الجاية لازم ما يكون بيناتكم اي خلاف، ولازم تكونوا متفاهمين وتظهري له حبك لإله، ودائما دائما تحمدي بأهله وبأخواته وبقرايبينه. هاي الخطوات بدقة ما حدا بيشك فيكي أبدا، يعني بعد ما زوجك بيموت بتبعدي عنك كل الشبهات. هون العطار بيسأل المرأة انتي قد هاي الخطوة فيك تعملي قليلي ايه او لا؟ فالمرأة هون بتقله نعم وبقدر اعمل هاي الخطوات، والفعل هاي المرأة رجعت على البيت واخدت معاها السم وصارت تحطله كل يوم نقطة بالشاي او بالمي، وصارت تتعامل معه بشكل رومانسي وكمان تتعامل معه بكل حب، صارت تلبس له وتتعطر له وتسهر معه يوميا، يعني قلبت حياته قلب. وبعد ما مضي تقريبا 40 يوم على الخطة اللي كانت ترسم له، هون المرة راحت ورجعت لعند العطار تركض ركض وصارت له دخيلك دخيلك مشان الله. العطار بيقلها خير شو صاير مات زوجك؟ يعني نجحت الخطة معنا؟ قالت له لا بس بديك تعطيني علاج يوقف السم يلي رح يقتل زوجي. فالعطار هون بيقلها خير شو صاير لانه ما باقي غير كم يوم لحتى ينقتل زوجي. فالمرة هون قالت له لا مشان الله انا مستحيل اعيش بدون زوجي، لانه جوزي صار كتير كويس ورومانسي وعم يدلني وعم يسهرني، وانقلبت حياتنا قلب. وصارت تترجى العطار انه باي طريقة لحتى يوقف السم، لانه مستحيل عايش بدون زوجي. فهون العطار فجأة وصار يضحك وقالها أنا ما عطيتك السم، أنا عطيتك نصيحة، وهي النصيحة كان لازم يعطيك إياها أبوك أو أمك بالبيت مو أنا. وبعد ما سمعت المرأة بهذا الكلام من العطار نزلت دموعها وصارت تبكي، وعرفت أنه السم الحقيقي اللي بيقتل الرجل أنه المرأة إذا أصلحت خلقها أصلحت البيت كله، وإذا أساءت خلقها المرأة بالبيت دمرت البيت كله. فهل تستقيم النساء حتى تستقيم البيوت؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير متاع الحياة الدنيا الزوجة الصالحة، وبتمنى وصلت الرسالة.